بعث القائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نقل مدبولي للرئيس في البرقية تهنئة أعضاء مجلس الوزارة له. كما بعث رئيس مجلس النواب علي عبد العالى برقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الاحتفال بذكرى مولد صاحب الرسالة السامية يعبر عن معاني الوفاء ويرسم لنا معالم الطريق ويجسد أروع المثل للقادم من الأجيال. وقد بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد النبوي الشريف. وأشار في البرقية إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون أن مصر ستظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطنا عزيزا لكل المصريين. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد برقية تهنئة مماثلة للرئيس بهذه المناسبة. كذلك بعث وزير الداخلية لواء مجدي عبد الغفار برقية للرئيس بمناسبة الذكرى، وأشار في البرقية إلى أننا نستلهم من صاحب الذكرى العطرة القدوة والأسوة الحسنة في بناء الدولة على قيم الإنسانية الرفيعة وما تحمله في رسالتها من ود وتراحم.